كما تعلمون، مع مرور السنين تتلاشى المعرفة العامة بسرعة أكبر مما نتخيل، حتى تقول: ما الغرض من هذا الشيء؟ فقط فكر، ربما يحتار أحفادنا بسبب الأزرار الموجودة على هواتفنا القديمة. لذا فلا عجب أن بعض القطع الأثرية القديمة قد حيرتنا جميعا أيضا. ألقي نظرة على هذا الشيء الغريب، هل لديك أي تخمينات حول ماهيته؟ آلة موسيقية؟ أم لعبة؟ أم ربما شيء من عالم آخر؟ لا أعرف الإجابة الدقيقة، وحتى الخبراء ليس لديهم إجابة دقيقة. هذا الشيء الصغير عبارة عن مجسم روماني 12 الوجوه، اكتشفه بعض علماء الآثار الهواة بالقرب من لينكولن بإنجلترا، وهو على شكل قبضة ومصنوع من مزيج من المعادن. أما عن استخدام هذا الشيء، فهذا هو السؤال الذي يستحق الإجابة عليه. فمن المفترض أن هذه الأشياء كانت رائجة في الماضي في شمال بلاد الغال وألمانيا الرومانية وفقاً لبعض الخرائط القديمة، وقد ظهرت أشكال مماثلة من هذا النوع في أوروبا وبريطانيا وحتى على طول طريق الحرير البحري في جنوب شرق آسيا. تزداد الحبكة تعقيداً مع ظهور المزيد والمزيد من هذه الأشكال ذات 12 وجهاً. كان بعضها يحتوي على شمع، مما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأنها كانت حوامل شموع، ويعتقد آخرون أنها ربما كانت تستخدم في حياكة القفازات، حيث لم يتم العثور على أي منها في المناطق الأكثر دفئاً، حتى أنه تم العثور على واحد في جنيف محفوراً عليه علامات الأبراج، مما أثار بعض النظريات الغامضة حول الكهانة. والآن هناك اكتشاف جديد يثير دهشة الجميع، فهل يمكن أن تكون هذه الأداة مقدسة بالنسبة للرومان؟ من يدري، ربما كانت أول أداة متعددة الاستخدامات على الإطلاق، تم اختراعها قبل اختراع سكاكين الجيش السويسري. الكرات الحجرية المنحوتة من اسكتلندا هي لغز تاريخي آخر، من المرجح أن يعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث المتأخر، وتأتي في أنواع مختلفة، من الحجر الرملي إلى الجرانيت، كلها تقريبا بنفس الحجم ولها أنماط معقدة ومتباعدة بالتساوي من النتوءات أو المقابض الدائرية. تحتوي معظم هذه التصميمات على 6 نتوءات، لكن العدد يمكن أن يتراوح من 3 إلى 160. بعض هذه الكرات مصنوع بمهارة أكبر من غيره، وبعضها مزود بزخارف إضافية. يوجد أكثر من 400 كرة حجرية منحوتة تم العثور عليها في اسكتلندا، على الرغم من أن بعضها ظهر في شمال إنجلترا وأيرلندا، ونادراً ما تظهر على هذه الكرات الحجرية علامات التلف أو الاستخدام، ولا توجد أدلة من شأنها أن تكشف عن وظيفتها. يعتقد معظم الخبراء أنها لم تكن أدوات عملية، ولكنها كانت ذات أهمية رمزية أو اجتماعية، ربما علامة على القوة أو المكانة داخل مجتمعاتها. طبول فولكتون هي 3 اسطوانات حجرية من العصر الحجري الحديث في بريطانيا، تم اكتشافها في أواخر القرن 19 في تل دفن في شرق يوركشاير. لم يتم العثور على أي شيء مماثل في أي مكان آخر في الجزر البريطانية من أي فترة من ما قبل التاريخ. تم تزيين كل طبلة بتصميمات فريدة تغطي الجوانب والقمم المقببة. الزخارف هندسية في الغالب، مرتبة في ألواح ذات وجوه بشرية منمقة تظهر من بين طبلتين. أظهرت الدراسات الحديثة للقطع الأثرية باستخدام التقنيات الجديدة أن التصميمات قد نحتت ثم نحتت مرة أخرى بمرور الوقت، كما قام فريق من الخبراء بتحليل تركيبة الطبول واتضح أنها مصنوعة من الطباشير المحلي. في أواخر العصر البرونزي في أوروبا، قبل وقت طويل من انتشار العملات المعدنية، كانت الأشياء المعدنية المصنوعة بدقة بمثابة ثروة محمولة ورموز للمكانة العالية. في جميع أنحاء أوروبا، وجد علماء الآثار جميع أنواع القطع الأثرية، من الزينة الذهبية التي يرتديها النخبة إلى المراجل البرونزية الكبيرة المستخدمة في الأعياد. من بين هذه العناصر الخواتم الذهبية المزخرفة بشكل جميل والتي تم اكتشافها في ويلز. تعرف هذه الخواتم باسم خواتم القفل، وربما كانت تستخدم لتثبيت الشعر، والآن تم تسطيحها بعد أن قضت ما يقرب من 3000 عام تحت الأرض. كانت تحتوي في السابق على فتحات مخروطية الشكل في كل طرف، تم العثور عليها في أوقات مختلفة، ولكن من المرجح أنها كانت ترتدى كزوج وتدفن معا في كنز واحد. تم تصنيف قطع أثرية رومانية أخرى مصنوعة من سبائك النحاس في البداية على أنها قلادات هلالية، ولكن خلال إعادة فحص حديثة اكتشف الخبراء أن هذه القطع كانت في الواقع مجموعات صغيرة من الهون والمدقات، والمعروفة باسم طواحين التجميل. كانت تستخدم لطحن المعادن لتحضير المكياج، وصممت خصيصا لتطبيق الكحل وظلال العيون. كان الناس يظنون أنها قلادات بسبب حلقات التعليق التي تسمح بتعليقها على حبل.
كانت مجموعات مستحضرات التجميل هذه التي تعود إلى القرن الأول من العصر الحالي فريدة من نوعها في بريطانيا، وهي تثبت تأثير مستحضرات التجميل المستوردة واتجاهات الجمال في حوض البحر الأبيض المتوسط ومقاطعات الرومان بما في ذلك مصر. تم اكتشاف مكعب سالزبورغ المعروف أيضا باسم حديد وولفسيج في أواخر القرن التاسع عشر في النمسا. إنه لا يبدو حقا كمكعب، ولكنه يشبه إلى حد كبير جسما مستديرا بجانبين مسطحين، في المنتصف يوجد أخدود والسطح مغطى بالحفر. عثر العمال عن طريق الخطأ على هذه القطعة الأثرية عندما فجروا قطعة من الفحم. يعتقد أن طبقة الفحم التي جاءت منها عمرها أكثر من 60 مليون عام. تنقل مكعب سالزبورغ بين المتاحف ثم اختفى بشكل غامض في أوائل القرن العشرين، ثم ظهر مرة أخرى. يعتقد بعض الباحثين أنه ربما يكون حامل شموع من العصر الفيكتوري، لكن لا أحد يعرف القصة الحقيقية للمكعب أو موقعه الحالي. اكتشف علماء الآثار اكتشافا تاريخيا لا يصدق في باكستان، وهو تمثال قديم لأبو الهول. كانت المنطقة التي عثر عليه فيها ذات يوم مركزا مزدحما لحضارة وادي السند القديمة. كان لديها تخطيط حضري متقدم وفن معقد وأنظمة صرف متطورة. يعد اكتشاف أبو الهول القديم مثالا جيدا على فنهم التقدمي. نحن جميعا نعرف تمثال أبو الهول العظيم في الجيزة، ولكن ما أهمية أبو الهول في ثقافة وادي السند؟ يتميز تمثال أبو الهول لديهم بتصميمات ونقوش تظهر مشاهد من أنشطتهم اليومية، مما يعني أنه ربما كان له دور أكثر تعقيدا من مجرد رمز للقوة أو الحماية، فقد يرمز إلى التوازن بين البشر والطبيعة أو حتى إله مرتبط بالزراعة. تقع أريكا في تشيلي على الكثبان الرملية لصحراء أتاكاما المعروفة بأنها الصحراء الأكثر جفافا في العالم. قبل وقت طويل من بناء هذه المدينة الساحلية في القرن السادس عشر، كان شعب تشينتشورو يعتبر هذه المنطقة موطنة. عثر علماء الآثار على مئات من مومياواتهم، وقد أظهر تأريخ الكربون المشع أن هذه المومياوات يزيد عمرها عن 7000 عام، مما يجعلها أكبر ب2000 عام من المومياوات المصرية الشهيرة. استخدم شعب تشينتشورو تقنيات خاصة للحفاظ على المومياوات، ولم يعتمدوا فقط على المناخ الجاف لذلك، وعلى عكس المصريين لم يفعلوا ذلك فقط من أجل أعضاء النخبة في مجتمعهم، ولكن من أجل الجميع بغض النظر عن أعمارهم أو مكانتهم. اعتاد السكان المحليون الذين يعيشون في أريكا الآن على العثور على المومياوات في ساحاتهم الخلفية، لدرجة أنهم لا يشعرون بالغرابة بشأن العيش بينهم. في شتاء عام 1850 ضربت عاصفة قوية مصحوبة بمد وجزر مرتفعين الساحل الغربي لجزيرة أوركني باسكتلندا. مزقت الرياح والأمواج العشب الذي يغطي تلة، وكشفت عن هياكل حجرية تحتها. وقد قرر أحد خبراء الآثار المحليين الحفر في قرية إسكارا براي التي اعتقد أنها من العصر الحديدي، وتمكن من اكتشاف بقايا 4 منازل والعديد من القطع الأثرية من قريتين. كانت القرى مدفونة تحت رمال، لذا كان كل شيء محفوظا جيدا حقا. لم يكن تأريخ الكربون شيئا موجودا في ذلك الوقت، لذا كان من الصعب تحديد العمر الدقيق للقرى. بعد مرور ما يقرب من قرن من الزمان وباستخدام التكنولوجيا الجديدة، تمكن الباحثون أخيرا من معرفة أن المكان يعود في الواقع إلى العصر الحجري الحديث. لا يزال بإمكانك رؤية الخزائن الحجرية والأسرة الصندوقية في المنازل التي تعود إلى ما قبل التاريخ. يعتقد علماء الآثار والمؤرخون العاملون على جيش تيراكوتا الشهير أنه ربما كان مستوحى من المنحوتات اليونانية القديمة أو نموذجا لها، وهذا يعني أنه كان هناك اتصال ثقافي بين الشرق والغرب قبل وقت طويل مما كنا نعتقد، وقبل وقت طويل من اكتشاف طريق الحرير للتجارة. ربما كان هناك تأثير غربي في الصين خلال عهد إمبراطورها الأول الذي تولى العرش في عام 246 قبل العصر الحالي. قبل ذلك الوقت لم يكن لدى الصين تقليد بناء منحوتات بالحجم الطبيعي. في وقت سابق كان جنود التيراكوتا أصغر حجما بكثير، أقل من 25 سنتيمتر. ربما كان الفنانون اليونانيون حاضرين لتدريب النحاتين الصينيين. تجوب هذه الغابة منذ عدة أيام، تريد شرب الماء وتناول الطعام والنوم. تمنعك صرخات الحيوانات المخيفة من النوم ليلا. كل شيء حولك رطب وتشعر ببرد شديد. لا ترى بصيص أمل، لكنك تواصل السير بين الشجيرات. فجأة ترى بعض الحركة من زاوية عينيك، هناك خلف الأشجار. ما هذا؟ دب أم فهد أم بعض الذئاب؟
هذه الحيوانات المفترسة هي آخر ما تريد مقابلته. لكن لا، هذه روبوتات الإنقاذ التي كانوا يتحدثون عنها على التلفاز. تظهر أمامك عشرات الروبوتات تشبه العنكبوت لكنها بحجم الكلب. يساعد هذا الشكل الروبوتات على تسلق الأشجار والوصول إلى قمم الجبال. يمكن لجسمها تحمل السقوط من علو والتعامل مع الحيوانات المفترسة والنار والماء. عثرت عليك هذه العنكبوتات الميكانيكية بفضل مجسات الحركة وأجهزة التصوير الحراري الحديثة المزودة بها. هذا ما ستبدو عليه روبوتات المستقبل، وهذه بعض روبوتات اليوم. قابلوا هذه الوسادة الروبوتية الناعمة ذات الذيل، يمكنها تحريك وثني ذيلها عند لمسه. ما هو هدفنا التالي؟ استعمار المريخ؟ ممتاز، نحن جاهزون. سأذهب فقط للإتيان بوسادتي. ما احتمالية أن تريد تناول حبة طماطم أثناء الجري؟ لنعترف بالأمر، إنها احتمالية متدنية، ومع ذلك اخترع المصممون اليابانيون روبوت الطماطم. يمكنك ارتداؤه على ظهرك مثل حقيبة الظهر، وخلال الركض ليس عليك سوى الضغط على رافعة معينة، وسيقرب الروبوت الطماطم من فمك لكي تقضمها. في منتصف القرن العشرين اخترع الكيميائيان ويليام لارسون وأنتوني فينيلي فكرة إطار السيارة الخالي من الأنابيب، يمكن طلاؤه بالأحمر أو الأصفر أو الأخضر. كان الإطار شبه شفاف، وقد وضع المهندسون 18 مصباحا بداخله. قرر مخترعو الإطارات أن الناس سيحبون هذه الفكرة، فيمكن لإطارات سياراتهم أن تكون بنفس لون ملابسهم. لسوء الحظ لم تبع تلك الإطارات المضيئة قط. جميلة، لكنها ليست عملية على الإطلاق. إذا كنت تحب أخذ هاتفك الذكي معك أثناء الاستحمام، سيناسبك هذا الاختراع. إنه قلم يمكنه الالتصاق بأنفك، يمكنك استخدامه للمس الشاشة عندما تكون أصابعك مبتلة. مخترع هذه الأداة على يقين من أن الاختراع سيجعلك أكثر إنتاجية، وأعتقد أن القلم قد يحافظ على جفاف هاتفك الذكي، لكنه بالتأكيد سيسبب الألم لرقبتك. ماذا عن موزع زبدة على شكل عصا غراء؟ سيجعل هذا الاختراع إعداد الشطائر في الصباح أسهل بكثير. التحدي الرئيسي هو عدم الخلط بينه وبين الغراء الحقيقي. زبدة كاكاو بطعم اللحم، إنها إضافة جيدة لعصا الزبدة. يباع هذا المنتج بالفعل على الإنترنت. تخيل تدليك شفتيك ببعض اللحم المقلي قبل الخروج. هذا الشيء لا يناسبني، لكن الناس أذواق. هذه تعليمات حول كيفية صنع أكثر وسائل النقل غرابة في تاريخ البشرية. الخطوة الأولى، ضع بعض القضبان على الأرض. الخطوة الثانية، ضع جهاز سير متحرك عليها. الخطوة الثالثة، ضع خيولا لتجري على جهاز السير. هذه وسيلة نقل حقيقية بنيت عام 1850 تحت اسم إمبالسوريا، والمدهش أنها نجحت. يمكن أن تتحرك تلك القاطرة بسرعة 11 كيلومترا في الساعة وأن تسحب 20 عربة، لكن تبين أن القطارات ذات المحركات البخارية أفضل. في عام 1975 توصل جاري دال الذي كان يعمل في مجال الإنترنت إلى خطة بارعة. بدأ يبيع الأحجار الملساء التي أحضرها من أحد شواطئ المكسيك على أنها حيوانات أليفة. أحب الناس فكرته. ليس عليك أخذ الأحجار للتمشية في الحديقة، إنها لا تنبح في الصباح وليس عليك إطعامها، بل تبقى على رفوفك وتبدو جميلة. أمر مدهش ليس كذلك؟ باع هذا المستثمر مليون حجر بسعر 4 دولارات لكل منها. في القرن 21 أضيف كابل USB إلى الحجر، تصل حيوانك الأليف إلى الكمبيوتر ثم لا يحدث شيء. صمم مهندسو شركة جوسيرو شيئا مثيرا. كان من المفترض أن تقوم هذه الآلة بسكب العصير من علب العصير. خططوا لبيع الأجهزة مقابل 400 دولار لكل منها، وأنفق المهندسون 120 مليون دولار في صنعها. ثم أدركوا أخيرا أن أي مستخدم يمكنه فعل ما يفعله الجهاز بيديه. الاختلاف الوحيد هو أن الجهاز يتصل بشبكة الواي فاي. الموز لذيذ ومفيد، وبسبب قشرته القوية لا ينكسر عندما تحمله معك. لكن يرى بعض الناس أن هذه الحماية الطبيعية ليست كافية، فهم لا يحبون العلامات البنية على القشرة. ومن أجلهم خصيصا صنع أحد أهم اختراعات القرن الأخير، إنها حقيبة الموز. ستحمي هذه الحاوية موزتك من الأخطار التي تحاصرها في كل مكان. كيف تجعل قطتك تعمل مقابل الأموال التي تصرفها على طعامها؟ اجعلها تنظف المنزل في غيابك. اخترع المهندسون اليابانيون خف تنظيف من أجل القطط.
تسير القطة على الأرضية فتخلص منزلك من الغبار في نفس الوقت، لكنني لست متأكداً أن حيوانك سيحب هذه الفكرة. العناق مفيد لصحتك، فهو يقلل الضغط ويساعد جسمك على إفراز الإندورفين أو هرمون السعادة. لنقل أنك بعيد عن أقاربك وأصدقائك، لكنك تحتاج إلى عناق شخص ما. من حسن الحظ بنى العلماء روبوتاً مخصصاً للعناق، إنه بنفس طول الإنسان وجسمه لين ويستطيع الابتسام. صنع الروبوت خصيصاً من أجل العناق، كل ما عليك هو الطلب وسيعانقك برفق. بالنسبة لممارسة الرياضة، تقوم الدراجات بعمل رائع، فهي تساعدك على حرق السعرات، لكنك لا تشعر بنفس التعب الذي تشعر به بعد الركض. ربما هذا ما ألهم صناع آلة تسمى فليز، فقد صنعوا دراجة دون بدالات أو مقعد، تمسك بهيكل الدراجة وتتحرك هرولة بدفع نفسك من الأرض بقدميك. اخترعت العجلة الأحادية عام 1869، مما يجعلها أقدم ب 36 عاما من أول مطعم بيتزا في الولايات المتحدة. تبدو العجلة الأحادية رائعة، لكن لن يجرؤ الجميع على ركوبها. يرى السائق الطريق بصعوبة، كما أنها غير مستقرة على الطريق أثناء الحركة. يجمع هذا الجينز الفضفاض بين عالم الموضة وعالم التكنولوجيا. يحتوي الجزء الأمامي على لوحة مفاتيح مدمجة متصلة بجهاز كمبيوتر عبر البلوتوث. لكن هذا ليس كل شيء، البنطلون مزود بمكبرات صوت على الركبتين، ويباع مع فأرة لاسلكية في الجيب الخلفي. ومع ذلك قد يكون ارتداء هذا الجينز صعبا. تجلس على كرسي ويجن جهاز الكمبيوتر، ويتضح أنك ضغطت في نفس الوقت على جميع الأزرار على لوحة المفاتيح. انتباه، هذه بعض المعلومات المهمة لمحبي التخييم. لا حاجة إلى الذهاب إلى الغابة حاملين حقيبة ظهر ثقيلة بخيمة على الظهر. قررت شركة التصميم الأسترالية سيبلينج تسهيل حياتكم. لقد خاطوا جيوبا في حذاء رياضي مخصص، ووضعوا بداخله خيمة سياحية. العيب الوحيد هو أن هيكل هذه الخيمة هو ظهرك وكتفيك. الطهي وعوادم السيارات، من الغريب المزج بينهما. يسمى هذا الاختراع شواية برجر عوادم السيارات. ركب هذه الآلة في أنبوب العادم في سيارتك، وضع شريحة برجر نيئة فيه. أثناء قيادتك على الطريق السريع، تطبخ العوادم الساخنة البرجر من أجلك. لكن ليس الدخان مضرا لصحة الإنسان؟ لقد فكر المصممون في هذا أيضا، لهذا عزلوا الجيب الذي يحمل البرجر تماما. حصلت خوذة الدفيئة على براءة اختراع عام 1986. تخيل حوضا بلاستيكيا يضم عدة رفوف فيها نباتات، وهذا الحوض موضوع على رأسك. تساعدك الخوذة على تنفس هواء نظيف منعش أثناء سيرك في المدن الكبرى. إذا أردت محادثة الناس، يمكنك استخدام نظام التواصل ذي الجانبين الخاص بالخوذة. أتسأل إن كانت تعليمات الخوذة تمنع زراعة الصبار بداخلها. هذه الهدية مناسبة للأشخاص الذين يحبون البحث عن الأشياء الضائعة على الشاطئ. أضيفت آلة التنقيب عن المعادن إلى هذا الصندل العادي. يمكنك السير على الشاطئ واكتشاف العملات المعدنية في الرمل دون جهد كبير. هذا المنتج الغريب الذي يوضع على الرأس قد يحل المشكلة الكبرى للإنسانية، وهي كيف لا أضيع جهاز ريموت التلفاز أو مكيف الهواء؟ تلتصق بالاختراع عدة لاصقات تحمل أي جهاز صغير. المشكلة هي أنك تبدو سخيفا عند ارتدائه. قد يجد بعض الناس لعق الآيس كريم بلسانهم أمرا مرهقا، ولأجلهم خصيصا صنع المهندسون حامل كوب آيس كريم آلي. يقول صناع هذه الآلة أن دورانها الهادئ يعني المساواة بين كل جهة فيه، كما أنها ستحمي يدك من الأشياء اللزجة التي تتساقط على أصابعك. أحدث لعبة للكلاب وغيرها من الحيوانات تبدو كأنها عصا عادية، ويمكن صنعها من البلاستيك أو المطاط أو الخشب. لا يزال غير واضح لماذا لا يكتفي المصممون بأغصان الأشجار العادية الموجودة في الغابة. أنا متأكد أن كلبك لن يعرف الفرق. يقولون إنه لا داعي لإعادة اختراع العجلة، لذا من الطريف أنه تمت إعادة اختراعها مؤخرا. توجد دراجة ذات عجلات مربعة، وهي ليست قطعة فنية حديثة معروضة في متحف فاخر، كلا، إنها وسيلة نقل يومية تعمل بكامل طاقتها. وأجل، إنها تسير بسلاسة. سأخبرك سرا عليك أن تعرفه عن هذه الدراجة الغريبة. هذه العجلات المربعة لا تدور فعليا. ألقي نظرة فاحصة على تصميمها.
الجزء الخارجي من العجلة مزود بمسار، وهذا المسار هو الذي يتحرك حول الإطار بأكمله وليس العجلة. لذلك عندما يقوم الراكب بالتبديل يتحرك المسار ويدور حول الإطار. إنه يذكرني بآلة المشي الرياضية، ومن الناحية النظرية تعمل كل من آلة المشي وهذه العجلات المربعة بالطريقة نفسها تقريبا. حسنا، يبدو أن هذا الاختراع آمن جدا على ما أعتقد. انظر الآن إلى هذا الروبوت الغريب على شكل حرف يو. ما الغرض الذي صنع من أجله في رأيك؟ إنها فرشاة أسنان جديدة صممتها شركة فرنسية تدعى واي براش، تدعي أنها تنظف الأسنان بشكل كامل. حسنا، إنه يوفر القليل من الوقت. عادة يقول أطباء الأسنان أنه يتعين عليك تنظيف أسنانك لمدة تصل إلى دقيقتين تقريبا مرتين يوميا. يمكن لهذا الجهاز تنظيف جميع أسنانك خلال 10 ثوان فقط. طرحت فرشاة الأسنان هذه لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في عام 2017، وهي متاحة الآن على أمازون لعملاء الولايات المتحدة. وهي تتميز ب 35,000 خيط من النايلون الناعم الذي ينظف جميع الأسنان في وقت واحد بزاوية 45 درجة. وبينما توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بتنظيف الأسنان مرتين يوميا لمدة دقيقتين باستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة، فقد تم تطوير فرشاة واي براش بمساعدة أطباء الأسنان على مدى 4 سنوات، وهي متوفرة بأحجام للبالغين والأطفال. ليس من السهل تغيير لون سيارتك، يستغرق الأمر الكثير من الوقت والجهد والخبرة للقيام بذلك، ولكن يبدو أنه قريبا لن تكون هناك مشكلة بعد الآن. تعرف على السيارة متغيرة اللون، هل تريدها زرقاء اليوم؟ حسنا، لا مشكلة. ربما تفضل اللون الأحمر؟ هذا سهل جدا. منذ حوالي عام قدمت شركة BMW تصميما لسيارة جديدة، لكنه تحول من تصميم لسيارة أحادية اللون إلى قوس قزح حقيقي ذي درجات وألوان مختلفة في عام واحد فقط. انظر إلى تصميم سيارة السيدان الرياضية الكهربائية هذا، يطلق عليها اسم iVision D، وهي بمثابة نظرة خاطفة على المستقبل مع جميع أنواع التقنية الرائعة مثل المساعدين الافتراضيين الذين يدعمهم الذكاء الاصطناعي وشاشات العرض على الزجاج الأمامي. وللحصول على هذا فقد طرحوا نسخة كاملة الألوان من تقنية e-Ink، وهي شيء لم نشهده من قبل من تصميم العام الماضي. كم هذا رائع! يبدو أن هناك بعض الأذكياء في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو الذين يعملون على جهاز جديد رائع يمكن ارتداؤه. يمكن لهذه الأداة في الواقع إنشاء قليل من الكهرباء من العرق الذي يوجد على أطراف أصابعك، واسمه هذا أيضا. إنها تعمل حتى أثناء نومك. إنها تعمل عن طريق لمس الأشياء بأطراف أصابعك، مثلا عند الكتابة على هاتفك أو العزف على البيانو. ومن الواضح أن القيام بهذه الأشياء يمكن أن يساعد في إنتاج المزيد من الطاقة. وبعد إجراء بعض الاختبارات وجد المهندسون أن ارتداء تلك الأداة لمدة 10 ساعات أثناء النوم يمكن أن يولد ما يكفي من الطاقة لتشغيل ساعة إلكترونية لمدة يوم كامل. هذا يعادل حوالي 400 ملي جول من الطاقة. إذا كنت تتساءل فهي أنيقة جدا، أليس كذلك؟ هل تعلم أن حوالي 3 ملايين شخص في المملكة المتحدة وملايين آخرين في جميع أنحاء العالم مصابون بعمى الألوان؟ هذا غريب للغاية، أليس كذلك؟ عمى الألوان أكثر شيوعاً عند الرجال، إذ يصاب به 1 من كل 12 ذكراً، لكنه لا يزال يؤثر على 1 من كل 200 امرأة أيضاً. في الأساس يحدث عمى الألوان بسبب كيفية معالجة أدمغتنا للمعلومات المرئية وكيفية تفاعل الخلايا المخروطية في شبكية العين مع الضوء. يجعل هذا من الصعب معرفة الفرق بين الألوان لأنها كلها تمتزج معا بشكل ما. لكن لا تخف، بعد أكثر من عقد من البحث والاختبار تم صنع نظارات إنكروما الشمسية الرائعة. تحتوي هذه النظارة على عدسات تقوم بتصفية أطوال موجية معينة من الضوء، مما يساعد في حل مشكلة التداخل. والآن أصبح بإمكان الأشخاص المصابين بعمى الألوان رؤية العالم بكل بهائه الزاهي بالألوان. يجب أن أعترف بأن هذا الاختراع رائع. لكن في الآونة الأخيرة تم اختراع نظارات أكثر روعة أيضا. اخترعها بعض الباحثين اللامعين في جامعة أكسفورد لمساعدة الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر. تم تصميم نظارات الواقع المعزز هذه لتزويد مرتديها بمعلومات مفيدة حول محيطهم حتى يتمكنوا من التنقل بثقة في حياتهم اليومية. إنه لأمر مدهش كيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن تمنح الأشخاص منظورا جديدا تماما للعالم وتساعدهم على تجربة الحياة على أكمل وجه. نعلم جميعا أن النفايات البلاستيكية تمثل مشكلة كبيرة. إنها تخرب الحياة البحرية وتخرب بيئتنا بشتى الطرق بمجرد وصولها إلى المحيط.
لكن هل تعلم أن العلماء من جامعة الكيمياء والتكنولوجيا في براغ يحاولون التصدي لهذه المشكلة باستخدام روبوتات صغيرة ذاتية الدفع؟ يبلغ حجم هؤلاء الفتية الصغار حجم خلية الدم الحمراء تقريباً، ويستخدمون الطاقة الشمسية للتنقل وتناول المواد البلاستيكية الدقيقة. إنه مثل فيلم خيال علمي في الحياة الواقعية، واسمع هذا، إنهم في الواقع يحدثون فرقاً. يمكنك رؤيتهم وهم يتجولون في هذه الصورة مع البقع الزرقاء التي تمثل الروبوتات الصغيرة. يتم تحطيم المواد البلاستيكية الخطرة، ويتم تنظيف البيئة باستخدام الضوء المرئي. على عكس جميع الأفكار السابقة المذكورة في هذا الفيديو، لم تحظى هذه الفكرة بالنجاح أو التقدير. في الماضي كان الرجال يحبون الشوارب الكثة واللحى الكثيفة، ولكن بعد ذلك مثل معظم الاتجاهات تلاشى هذا الاتجاه أيضا. فجأة أصبح من الرائع تماما أن تكون حليق الوجه، ولكن لنكون واقعيين، من لديه الوقت لهذا النوع من الروتين الصباحي؟ ولهذا السبب أصبح الذهاب إلى الحلاق المحلي للحصول على حلاقة سريعة وتلميع الأحذية هو القاعدة. لكن ما المشكلة؟ لا يستطيع الحلاقون سوى خدمة عميل واحد في كل مرة، لذا توصل بعض العباقرة إلى فكرة ماكينة الحلاقة الجماعية. تصور هذا، صف من الرجال يجلسون جنبا إلى جنب مع قيام الآلة بوضع الرغوة على جميع وجوههم مرة واحدة، ثم تأتي شفرة عملاقة وتحلق شعر الوجه بضربة واحدة. من الناحية النظرية يمكن لهذا الفتى أن يحلق ل12 رجلا في المرة الواحدة، ولكن كما هو الحال مع معظم الأشياء في الحياة، كانت هناك بعض الجوانب السلبية. لم تتمكن الآلة من التكيف مع أشكال الوجه المختلفة، لذلك انتهى الأمر ببعض الرجال بحلاقة غير متساوية. والسيناريو الأسوأ؟ الجروح والسحاجات من تلك الشفرات العملاقة. أوه! اختراع آخر متعلق بالشوارب. في العصر الفيكتوري كان رجال جادين في مظهرهم. كان رجل المحترم يعلم أن الشارب المهندم هو مفتاح النجاح، ولكن مع شعر الوجه الرائع تأتي مسؤولية كبيرة. كيف يمكن للرجل أن يحمي مظهره من المشروبات الساخنة أو الرغوية؟ يمكن للرجل أن يستخدم كوب الشارب الذي اخترعه الخزاف البريطاني هارفي آدمز، لكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لروبن بي هولينشيد الذي حصل على براءة أفضل اختراع في عام 1890، وهو واقي شارب. وهو واقي شارب حمى شارب الرجل النبيل أثناء تناول الطعام والشراب. قد يبدو الأمر مؤلما بعض الشيء، ولكن مهلا، أي شيء جائز لحماية الشارب؟ تختلف ثقافة البقشيش من بلد إلى آخر. في الولايات المتحدة الأمريكية من الوقاحة للغاية عدم إعطاء إكرامية، بينما في اليابان يكون من الوقاحة للغاية تقديم إكرامية. هذا شديد الغرابة، أليس كذلك؟ لكن هل تعلم أنه في الخمسينيات من القرن الماضي تم اختراع نظام آلي لطلب الإكرامية؟ أتساءل كيف أعلنوا ذلك؟ من المحتمل أن يكون كما يلي: تقديم الاختراع الرائع لجميع مندوبي خدمات الفنادق الكسالى، طالب الإكرامية التلقائي. لن تضطر الآن إلى التكشير إذا لم تكن راضياً عن إعطاء الإكرامية، فالجهاز سيقوم بذلك نيابة عنك. حسناً، بعيداً عن المزاح، دعونا نتعمق في تاريخ هذا الاختراع. لقد كان من قبل مخترع هاو يدعى راسل إي أوكس. يأتي الجهاز نفسه مزوداً بيد صناعية وصندوق نقود، ويمكن ربطه حول خصرك لتوفير أقصى قدر من الراحة. وإذا كانت إكرامية الضيف لا ترقى إلى مستوى رضاك، لا داعي للقلق، فقد قم بضغط علامة ممنوع البيع وانتقل إلى الزبون التالي. من الذي يحتاج إلى التفاعل البشري عندما يكون لديك روبوت آلي يلتقط الأموال إلى جانبك؟ تصنع أكثر من 40 مليار حبة بسكويت أوريو في السنة، إنه أشهر أنواع البسكويت في العالم. في التصميم الهندسي لهذا البسكويت نجد شعار نابسكو رمز الجودة الأوروبية حول كلمة أوريو. صنع ويليام تورني تصميم البسكويت الذي نراه اليوم في سنة 1952. قد تصبح أسلاك سماعات الرأس شيئا من الماضي بسبب التكنولوجيا اللاسلكية، لكن إن رأيتها قبلا فربما لاحظت حلقات في قاعدة القابس. الحلقة الواحدة تعني تشغيل صوت واحد، وترمز الحلقتان إلى الصوت المجسم في الأذن اليسرى واليمنى. أما الثلاث حلقات فتعني بأن لديك صوتا مجسما وميكروفونا مدمج. تخفي تلك الحلقات الشهيرة بالبرتقالي والأحمر والبنفسجي والأصفر والأخضر لحبوب فروت لوبس سرا دفينا، فهي لا ترمز إلى نكهات مختلفة للفاكهة. جميع هذه الحلقات فيها خليط من نكهات الفواكه، والألوان مجرد جزء من التصميم. حرف إي في شعار ديل مائل بسبب مؤسسها مايكل ديل الذي أراد أن تحدث تقنيته ثورة في العالم وتقلبه رأسا على عقب. تستعمل البوصلة مغناطيسات لتشير إلى القطب الشمالي المغناطيسي، لكنها لا تشير إلى الشمال في الحقيقة.
القطب الشمالي لمغناطيس البوصلة يشير ناحية الشمال لأن الشمال والجنوب يتجاذبان. القطب المغناطيسي الجنوبي للأرض قريب من الشمال الجغرافي، بينما القطب الشمالي قريب من الجنوب المغناطيسي لكوكبنا. هذا محير، أليس كذلك؟ تلك البقع الحمراء الصغيرة التي تراها بعد فتح البيض لا داع للقلق بشأنها، يمكن أن يكون سببها تمزق طفيف في الشعيرات الدموية للدجاج خلال وضع البيض. من الآمن تماماً أكل البيض ببقع الدم تلك، لكن يمكن إزالتها إن شئت، لن يؤثر ذلك على مذاق البيض. ارتحت الآن. كاتشب كلمة مأخوذة من العديد من الثقافات مثل الصينية والماليزية والإندونيسية، تعني في الأصل صلصة السمك الحارة. يمكن أن نطلق عليها اسم كاتشب أيضاً، لكن كاتشب هي الكلمة الأكثر تداولاً هذه الأيام. E120 أو ما يسمى أيضاً ملون الطعام الأحمر الطبيعي رقم 4 أو كارمين، يصنع من الخنافس الصغيرة، يستعمل لتلوين أي شيء من الكعك والسكاكر إلى المشروبات، وذلك اللمعان على السكاكر يأتي من الحشرات أيضاً، وهذه المرة إنها حشرة كيريا لاكا الهندية. تخلف الخنفساء مادة تستخرج من الأشجار لتتحول لاحقاً إلى مادة مجففة تمنح السكاكر ذلك اللمعان. شعار موزيلا فايرفوكس ليس ثعلباً يحيط بكوكب بل باندا حمراء، والاسم فايرفوكس بالإنجليزية هو ترجمة للاسم الصيني. أغطية الصرف الصحي في الشوارع مستديرة لأسباب وقائية. في الحضارات القديمة مثل روما العتيقة كانت البالوعات مجرد ألواح صخرية مربعة الشكل، ولسوء الحظ كانت سبباً في وقوع العديد من الحوادث. إن لم توضع بالشكل الصحيح انزلق الغطاء المربع عبر الحفرة بشكل قطري. وضع غطاء مستدير سمح لنا بتجنب هذه المشكلة، والغطاء الدائري لن ينزلق للداخل لأنه بلا زوايا. الطماطم ليست من الخضروات بل من الفواكه، وأشجار الموز ليس لها علاقة بالنخيل أو الأشجار على الإطلاق، بل هي أعشاب. يعتبر الموز من الأعشاب لأنه لا يشكل جذعاً خشبياً كما هو حال الأشجار، بدلاً من ذلك يشكل ساقاً غضة مثل الليمون البري أو ابن عمه الزنجبيل. يمكنك أن تصف الموز بأنه توت أيضاً. جسر البوابة الذهبية لم يفترض أن يكون برتقالياً ضارباً إلى الحمرة كما هو حاله اليوم. اللون الأصلي المقترح للجسر كان من عدة ألوان، أسود بخطوط صفراء أو كالسكاكر البيضاء والحمراء، ليكون واضحاً للسفن والطائرات، خصوصاً بسبب الضباب الكثيف في سان فرانسيسكو. لكن حينما وصل الفولاذ مغطاً بطلاء أولي يحمي من الصدأ، فضل المهندس المعماري اللون البرتقالي العالمي وظل اللون ملازماً له. تلك الأرجل في الجزء الخلفي من ألواح المفاتيح ليست مجرد تصميم يساعد على إراحة عصاميك بشكل أفضل، إن استعمال الأرجل لوقت طويل يمكن أن يرهق ويؤلم معصميك، كما أنه قد يبطئ سرعتك في الكتابة. توضع الأرجل الخلفية لمساعدتك على رؤية الحروف والأعداد بشكل أفضل إن كنت لا تريد الكتابة دون النظر إلى اللوحة. يكشف لون الفلفل الحار أي شيء عن مذاقه الحار؟ كلما كان الفلفل أصغر صار أحر. لا يأتي ذلك المذاق الحار من البذور كما تعتقد، بل من الأغشية البيضاء التي تنبثق منها البذور. في شوكولاتة توبليرون يختفي دب يقف على أرجله الخلفية على وشك التهام تلك الفريسة. هذا لأن الدببة مهمة لمدينة بيرن، إحدى أكبر المدن في سويسرا، حيث ابتكر المؤسس تلك الشوكولاتة المثلثة. سميت توبليرون نسبة إلى اسم عائلة المؤسس توبلر، والكلمة الإيطالية تورون التي تعني نوغا بالعسل واللوز. ذلك الفضاء الفارغ تحت كوب النودلز مصمم لحماية الطعام أثناء التنقل، حيث يوجد فراغ أوسط لن يحمي داخل كوب الستيروفوم بشكل أفضل فحسب، بل سيساعد أيضا في تليين النودلز بشكل متساو وسريع. ربما ظننت بأنه ما من غرض من الثقب على ماسورة القلم الجاف، إلا أنه مفيد في الحقيقة. يسمى الثقب نظام التنفيس، بهذه الطريقة ينشئ كمية متساوية من الضغط الهوائي داخل وخارج القلم، الأمر الذي يسمح للحبر بالتدفق داخل الأنبوب بشكل أسهل. أحد أشهر الشعارات في عالم الدراجات يخفي عنصرا بين جوانبه. داخل اسم تور دو فرانس يختبئ راكب دراجة بين أحرف O و U و R. لتلك القطع المعدنية أعلى الخراطيم في محطات الوقود تصميم خاص موضوع تحسباً لوقوع الحوادث.
نسي أحدهم بالخطأ الخرطوم داخل خزان وقود السيارة وهم بالمغادرة، سينفصل الجزء المغناطيسي دون إحداث تلف لأي جزء من مضخة الوقود. استوحي شعار ويندي من ابنة المبدع ديف توماس، وسمي المطعم أيضا نسبة إلى كنيتها. لكن ليس هذا فقط، ترمز ياقة ويندي إلى كلمة مام أي أمي، رغم أن ذلك لم يكن عن قصد، إلا أنه أضفى على المطعم الدفء أكثر من أي مطعم آخر. العثور على الحارة المناسبة خلال قيادة السيارة من أجل الخروج من الطريق قد يكون مربكاً، خاصة في بلد أجنبي. انتبه إلى جانب الطريق الذي توجد فيه علامات الخروج، ذلك هو المسار الذي تحتاج إليه. في بعض أنواع معجون الأسنان أختام صغيرة يجب إزالتها قبل أن تتمكن من استعمالها. بدلاً من سحب طبقة الألومنيوم، يوجد في غطاء معجون الأسنان شوكة صغيرة تفي بالغرض. أحد أشهر التماثيل في العالم، تمثال الحرية، عمل لمدة 16 سنة كمنارة تشتغل بكامل طاقتها، لكن لم يكن الضوء واضحاً حتى من منهاتن. في سنة 1901 تقاعد التمثال أخيراً من مهمته كمنارة. يمكن للسياح زيارة الشعلة لتأمل المشهد الآسر للمدينة، لكن حادثاً أتلف شعلة تمثال الحرية في سنة 1916 وأغلقت أبوابها منذ ذلك الحين. علامة لا تقم بإزالتها تحت طائلة القانون على الحشوة لم توضع هناك من أجل المستهلك أو لإلغاء ضمانك إن نزعتها. في مطلع القرن 19 اعتادت الشركات المصنعة صنع الحشوة من أي شيء تقريباً، وبر الحيوانات، أسرة المستشفيات القديمة أو الأقمشة. لم يكن الأمر مهماً في ذلك الزمن. أدرجت هذه العلامات بفعل قوانين صارمة لمنع استعمال المواد المعاد تدويرها وبيعها كمنتجات جديدة. هذا جيد. شعار تويوتا أكثر من مجرد حلقات عشوائية. تلك الدوائر الثلاث المتداخلة ترمز إلى اندماج قلوب المستهلكين وتويوتا معاً. يحضر سوشي كاليفورنيا من الطحالب البحرية والأرز والخيار والأفوكادو ولحم السلطعون، لكنه ليس لحم سلطعون حقيقي. سوريمي هو لحم مقلد للسلطعون، معد من السمك الأبيض مع السكر بدلا من القشريات. يسخن مزيج السمك ويضغط عليه بعدها للتشكيل. شعار بيتس هو حرف بي داخل دائرة حمراء، تشير الدائرة إلى رأس إنسان وبي إلى سماعات الرأس. كل تلك النقاط السوداء الصغيرة في حواف نوافذ السيارة تسمى فريتا أو شريط التزجيج. يطلى شريط التزجيج باللون الأسود ويوضع داخل الزجاج الأمامي خلال التصنيع ليحجب الأشعة فوق البنفسجية ويساعد في توزيع الحرارة بين المعادن والزجاج. ثمة 24 رمزا مخفيا داخل شعار يونيليفر، لنعدها هيا: الشمس والحمامة والنبتة والشرارة والفلفل الأحمر والملعقة والوعاء والزهرة والمثلجات واليد والشعر والشفاه والدوامة والسمكة والملابس والنحلة والجزيئات والعبوة والتحول والأمواج والحمض النووي وأشجار النخيل والقلب والحلقة المفرغة، لا أعرف ماذا أسميها بالضبط. ترمز هذه العناصر إلى كل شيء تؤمن به الشركة وتنتجه. الحمض النووي. صممت مشابك الشعر بحيث يدخل الجزء المتعرج في فروة الرأس وليس الجزء المسطح، سيمنح ذلك ثباتا أكبر على الشعر والفروة، الأمر الذي يجعل المشبك يظل لوقت أطول. إذا أصابك الجوع لكنك غير مستعد لتناول وجبة من ثلاثة أطباق، ماذا عن بعض النودلز سريعة التحضير بدلا من ذلك كله؟ الماء يغلي والمعدة تزقزق، لكن هناك مشكلة، كوب الفلين مكسور والنودلز مكشوفة. مهلا، هل هناك مساحة فارغة أسفل الكوب؟ لماذا؟ هذه المساحة مخصصة لحماية النودلز وليست محاولة من الشركة لتوفير المال أو أي شيء من هذا القبيل. هل لاحظت يوما أن النودلز الموجودة في الأكواب نادرا ما تنكسر؟ لما المعبأة في أكياس حالها في الويل؟ تسمى هذه التقنية بالتعليق الأوسط. تجري تعبئة النودلز بشكل مضغوط لحمايتها من التعرض للكسر أثناء النقل. ليس الأمر للحفاظ على الشكل الجميل والطويل للنودلز وحسب، فهو مفيد أيضاً لجعلها تلين بشكل متساو. رائحة النفس في الصباح تزعج معظمنا، ولكن لحسن الحظ هناك طريقة سهلة للتخلص منها. ربما من السهل التفكير بأن غسول الفم ذاك اخترع لشطف فمك.
الواقع أن غسول الفم في الأصل صنع وبيع كمنظف للأرضيات. اشترته المستشفيات كمنتج تطهير لسنوات، لكنه لم يلقى رواجاً كبيراً، ما دفع بعض عباقرة التسويق إلى إعادة تسميته إنه غسول فم، وبعدها حاز على شهرة كبيرة. تذكر في المرة القادمة بعد تنظيف أسنانك أن تغيير العلامة التجارية قد يكون له أثر قوي فعلاً. يصعب هذه الأيام تخيل العالم بدون إنترنت. لا مزيد من مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب على الإنترنت أو تقليب صور القطط الصغيرة اللطيفة. صحيح رغم أنه لم يصمم لهذه الغاية، ولكن من يهتم أليس كذلك؟ سمي النموذج الأولي لشبكة الإنترنت بأربانت أو شبكة وكالة مشاريع الأبحاث المتطورة. كانت هذه الآلة حساسة للغاية، ولمنع أي شخص من إيقاف تشغيلها قام عالم ذكي بلصق قطعة من الورق عليها بهذه الكلمات القوية: هذه الآلة خادم لا توقف تشغيلها. كتبت العبارة بالحبر الأحمر، لمسة لطيفة. إن قام أستاذك بالخربشة على هوامش دفتر ملاحظاتك فهذا ليس بالشيء الجديد، مع أن الهوامش لم تصمم لهذا الغرض، كانت الغاية منها حماية النصوص من الفئران. في ذلك الوقت كانت الفئران تقضم الورقة طوال الوقت، ولو كتبت شيئا على حافة الورقة سينتهي به الأمر داخل بطن فأر جائع. تكفلت الهوامش بحماية إجابتك من الالتهام. أوه، لا يمكنني إنهاء هذه البيتزا، حان الوقت لتغطية ما تبقى منها. لحسن الحظ لدي الكثير من التغليف البلاستيكي، شدة صغيرة وتتدحرج اللفة كمن يهرب من السجن. إذا ألقيت نظرة على علبة التغليف لرأيت ميزة مفيدة في العلبة الطويلة والرفيعة. هناك عروة من الكرتون في كل نهاية، ادفعهما للداخل وستبقى اللفافة ثابتة. غريب أني لم أرى هذا الشيء من قبل. إنه وقت الغداء، أرغب اليوم بتناول كاليفورنيا رول، أعشاب بحرية وأرز وخيار وأفوكادو ولحم سلطعون. أما أنه ليس سلطعونا في الواقع، ما هذا إلا تقليد للحم السلطعون. إنه سمك أبيض رخيص ممزوج بالسكر، ثم يسخن الخليط ويضغط ليتخذ هذا الشكل لذيذ. ربما لهذا السبب يطلق عليه اسم النقانق البحرية. كلا، اختلقت هذا للتو. يوجد في الميكروويف سر رأيناه جميعا لكننا لم نعره أي اهتمام. تلك الشبكة السوداء التي نراها على الباب هي قفص فاراداي، تتمثل مهمتها بإيقاف الطاقة الكهرومغناطيسية من الهروب وطعامك أيضا، وبهذه الطريقة يمكن للجهاز تسخين طعامك بسرعة. يجب أن يحتوي كل ميكروويف على شبكة كهذه، وهناك تفاوت في الجودة فيما بينها. يمكن لقفص فاراداي أن يمنع وصول الإشارات إلى هاتفك، وهذا ما أظنه مفيدا. لا حاجة للتوقف عن إعداد الفشار من أجل مكالمة، أليس كذلك؟ وضع الطيران أسهل. هل سبق أن أخذت اختبارا للذكاء وأدركت أنك بمستوى أينشتاين؟ ولا، أنا يبلغ متوسط معدل الذكاء 100 درجة فقط، عدا عن أنه ما من دليل على خضوع أينشتاين للاختبار. ظن الناس في البداية أن الاختبارات غامضة للغاية ولا يمكن أن تكون مفيدة بأي شكل من الأشكال. صمم هذا الاختبار أولاً للأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة في دراستهم، ثم لوحظ لاحقاً أنه يمكن تعديله كأداة لتحديد نسبة الذكاء، لكنه لم يصمم أصلاً لذلك. قل لي، هل سبق لك فرقعة فقاعات التغليف؟ لقد فاتك الكثير، وكان تخمينك صحيحاً. لم يكن الهدف منه فرقعة الفقاعات أو استخدامه لأغراض التغليف. تم اختراعه في الأساس ليكون ورق جدران خشن. عند لصق ستارتي دش معاً ظهر أول تغليف فقاعي، لكن يبدو أن الفكرة لم تنجح، وبعد فشل المنتج في العمل كورق جدران توصلوا للفائدة الحقيقية منه. يمكن لهذا التغليف حماية الأغراض سهلة الكسر. عندما تم شحن أول أجهزة حاسوب كان التغليف الفقاعي حاضراً للمساعدة. تخيل منزلاً بورق جدران فقاعي في كل غرفة. أفضل شيء أما أسوأ شيء على الإطلاق؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. إن كنت تملك واحدة من أكبر الشركات في العالم وتبيع أحد أكثر المنتجات شهرة على سطح الأرض، فكيف لك أن تبقي سر شركتك سراً؟ لا تحمل تركيبة الكوكاكولا براءة اختراع. حازت الوصفة الأولى على براءة اختراع، ولكنهم عندما أجروا بعض التغييرات عليها لم يسجلوها رسمياً.
لا تزال التركيبة السرية معروفة فقط لعدد قليل من الأشخاص في الشركة، والأكثر من ذلك أن منافس كوكاكولا لا يريد الوصفة حتى. في عام 2006 حاول موظف ناقم بيع السر، لكنه لم ينجح في ذلك. أو ألقي نظرة على فرشتك الجديدة، هل ترى علامة يمنع إزالتها تحت طائلة المسؤولية القانونية؟ هذا تحذير جدي، ومع ذلك هناك أخبار سارة. هذه العلامات ليست مخصصة لك، إنها للبائع. قبل 100 عام كان صانعو الفرشات يصنعون الحشوة من أي شيء، كشعر الحيوانات أو سرة المستشفيات القديمة أو الملابس. وبعدها منعت قوانين صارمة استخدام سرة المستشفيات القديمة، فقد كانت مليئة بالجراثيم. في الأيام الماطرة يمكن للجميع صنع معجون اللعب في المنزل، اخلط فقط بعض الدقيق والماء والملح وصبغة طعام. يمكن لأي شخص مبدع أن يسلي نفسه لساعات، إنه رخيص ونظيف وغير سام، معجون مثالي للتشكيل. ولكن لم تكن هذه هي الغاية منه، بل كان في الأصل لتنظيف الجدران في ثلاثينيات القرن الماضي، حينها بدأ الناس باستخدام ورق الجدران بشكل جنوني، ولم يكن بوسعهم تنظيفه بالماء والصابون. لكن معجون اللعب اضطر للبحث عن استخدام جديد له بعد ذلك. هل أنهيت المصاصة ولاحظت وجود ثقب في العصا؟ هذه الفتحة ليست شكلية ولا لإصدار أصوات موسيقية، إنها تحمي الحلوى اللذيذة من السقوط. عندما تكون الحلوى ساخنة تسكب في قالب، فتدخل الحلوى في هذه الفتحة وتصنع شكلا يشبه المرساة عندما تتصلب. ألا تحب المصاصات؟ ماذا عن دبابة الجيل الأمريكية؟ للأسف إنها ليست أمريكية بل ألمانية. بدأت شركة ألمانية في صنعها عام 1922. كان الاسم الأصلي لها شيء من الجلي. على أي حال كان اسمها مستلهماً من الدببة الحقيقية التي رقصت في العروض، وقد لاقت رواجاً كبيراً في جميع أنحاء العالم. هل تساءلت يوماً عن سبب وجود النتوءات الصغيرة على مفتاحي الحرفين باء وتاء أو إف وجي على لوحة المفاتيح؟ هذه الحواف الصغيرة مخصصة لتموضع أصابعك السبابة بأفضل مكان للكتابة بسرعة البرق. أبقي هذين الإصبعين هناك لتسهيل الوصول إلى كل المفاتيح، خاصة إن لم تكن تنظر إلى اللوحة. والآن ليس هناك من لا يحب السلانكي. إن شاهدت واحدة تتبختر على الدرج مع موسيقى رائعة في الخلفية، تهانينا، لابد أنك معجب بفيديوهات يوتيوب. لقد أحبها الناس من جميع الأعمار عندما ظهرت، وهذا شيء غريب لأنه لم يكن يفترض بها أن تكون لعبة على الإطلاق. إنها زومبرك، وقد صممت في الأصل لتثبيت أجهزة الملاحة البحرية الحساسة على متن السفن. لا شيء ممتع في ذلك، إلى أن حل اليوم الرائع الذي أسقط أحدهم فيه إحداها على طاولة فرقصت وأسرت القلوب. بعد العديد من التجارب صدرت السلانكي الجديدة والمحسنة. أعطوا للعلماء ميدالية تكريم. لم يصمم الجيب الصغير على الجينز لوضع الفكة أو المفاتيح، بل صمم في الأساس لوضع ساعة الجيب. ألا تملك ساعة جيب؟ هل هذا ممكن؟ لقد كانت الموضة الرائجة في تسعينيات القرن 19. لكن ليس هذه المفاجأة الوحيدة في جينزك القديم. ألق نظرة حول الجيب وسترى مسامير بارزة. كلا، ليست فكرة عتيقة من عالم الموضة. تلعب هذه المسامير دوراً بالغ الأهمية، إذ تساعد على حماية مناطق الجينز التي تتعرض لأكبر قدر من التلف. في الماضي كان معظم الناس يرتدون سراويل الجينز للقيام بأعمال يدوية شاقة، لذلك كان من الضروري أن تكون متينة. لو شاهدك هؤلاء الرجال في ذلك الوقت تدفع $100 مقابل جينز ممزق، فمن المحتمل أن يغشى عليهم من الصدمة. هناك العديد من الأشياء المدهشة التي يمكنك القيام بها مستخدماً مواد وأغراضاً عادية مخصصة في الأصل لأمور أخرى مختلفة تماماً. سنكتشف اليوم عدداً من هذه الأغراض إضافة إلى أدوات يومية أخرى لها وظائف أخرى قد تكون تجهلها. أنا أيضاً في حالة مزاجية سيئة، لذا هيا دعونا نقضي وقتاً ممتعاً معاً. تحتوي العديد من مقاصات المطبخ على فتحة مسننة في موضع التقاء المقبض بالشفرتين. يمكنك استخدام هذه الفتحة لتجريد أوراق الأعشاب ذات العيدان الصلبة كالزعتر وإكليل الجبل والثوم المعمر. توفر عليك هذه الطريقة الكثير من الوقت عوضاً عن نزع أوراقها بيديك.
وإن لم تكن لديك مزهرية فيمكنك تقديم الورود إلى شريكك باستعمال هذه الأداة. انتبه فقط إلى اتجاه الشوك فيها. يمكن قلب عروة علبة الكولا المعدنية لوضع المصاصة بداخلها، وبالتالي لن تضطر إلى الإمساك بها بفمك. حلت هذه العروة محل عروة سحب القديمة التي صنعت في أوائل الستينيات، أنت تتذكرها أليس كذلك؟ كانت حادة جدا، وقد يكون من السهل نزعها مما يشكل خطرا على سلامة الغير. والآن يمكنك وضع المصاصة داخل العروة مباشرة، وهذا يعني أيضا أن بإمكانك صنع بعض الفقاعات وإحداث الفوضى. تحصل أحيانا عند شراء قطعة من الملابس على كيس بلاستيكي صغير به زر إضافي وقطعة من القماش. لا شك أن بإمكانك استخدام قطعة القماش هذه كرقعة لملابسك، ولكن يمكنك استخدامها أيضا لاختبار تأثير المنظفات على قطعة اللباس تفاديا إتلافها أثناء غسلها، كما يمكن استخدامها أيضا لاختيار طور الغسيل الأنسب لها. من جهة أخرى، هناك من يقول إن بوسعك استخدامها كمنديل لتنظيف أنفك. يمكنك استخدام مفك البراغي لرفع الأشياء إن كنت تواجه مشكلة في رفع شيء أو تحريكه. تملك بعض المفكات أيضا قبضات سداسية الشكل تناسب مفاتيح الربط، حيث يمكنك استخدامه لتحسين عزم الدوران ولرفع أيضا. تمنح هذه الطريقة يداك بعض الراحة، فالبعض منا ليسوا أقوياء بما يكفي للقيام بمهام كهذا، أو ربما كنت أنا فقط. تعتبر الأربطة المطاطية رائعة للعديد من الأمور. إن كان لديك زجاجة يصعب فتح غطائها، فيمكنك لف الرباط المطاطي حولها للحصول على قبضة أفضل. توجد فرش سوداء ناعمة وخطوط صفراء على جانبي السلالم المتحركة للغاية نفسها، منع الناس من الاقتراب كثيرا من أماكن الخطر. ففي بعض الأحيان قد لا يكون الشخص منتبها، أو قد يعلق جزء من ملابسه في نقطة التقاء الدرجة بالحافة، لذا تعد الفرشاة عائقا صغيرا يساعد على تجنب حدوث ذلك، كما أنها تمنع الأشياء الصغيرة الأخرى من السقوط في الفجوات الجانبية. يتوفر بنطالك الجينز بالعديد من المزايا الوظيفية، نذكر منها تلك الدبابيس المعدنية الصغيرة المحيطة بالجيوب، حيث تثبت الأماكن التي تتعرض إلى الضغط، مما يضمن بقاءها لفترة تزيد عن الأمد المتوسط بقليل، علما أن هذه الدبابيس تغيب في بعض بناطيل الجينز. لكن الكثير منها تتوفر على جيب صغير فوق الجيب الرئيسي. الغاية الأساسية من هذا الجيب هي حفظ ساعة الجيب، ولكن رغم عدم استخدام هذه الساعات في وقتنا الحالي، إلا أن هناك الكثير ممن يستخدمون هذه الجيوب لحفظ القطع النقدية أو الخواتم أو ذاكرات USB. قد تكون الفائدة من الأخاديد الموجودة على إطارات السيارات بدهية، وهي مساعدتها في الثبات على الطريق، لكنها مؤشر أيضا عما إذا كان إطار السيارة متآكلا أم لا. فإن لاحظت بأن هذه الشقوق لم تعد عميقة ويكاد قعرها يلامس الطريق، فتلك علامة على أن استبدال الإطار صار ملحا. وإن لم تتجاوب مع هذه الرسالة، فقد تفاجأ في المرة القادمة التي تحاول فيها التوقف عند إشارة حمراء بتحول سيارتك إلى وضع التزلج على الجليد. لم تصمم علب الوجبات الجاهزة المرتبطة بالمطاعم الصينية لنقل الطعام إلى المنزل فحسب، بل لحفظه في الثلاجة أيضا، كما أن بإمكانك تحويلها إلى طبق وتناول الطعام منها مباشرة دون أن تتسخ أطباقك. رائع! سجلت براءة اختراع ههذه العلب عام 1894 لنقل المحار المقشر حديثا، وكانت تعرف باسم دلاء المحار، ثم عدلت لاحقا لاستخدامها كعلب طعام مانعة للتسرب. أثناء جلوسك على متن الطائرة والنظر من النافذة، ربما لاحظت تلك الثقوب الصغيرة، أو قد ترى أحيانا فتحة صغيرة واحدة قرب قاعدة النافذة. يسمى هذا الثقب بثقب التنفس، لكنه ليس مخصصا لك، إنه مصمم لموازنة الفرق في ضغط الهواء المتراكم بين المقصورة المضغوطة والجو في الخارج، خاصة عندما تحلق الطائرة على ارتفاعات كبيرة، كما أنه يخرج الرطوبة من بين الألواح الزجاجية تجنبا لتشكل الصقيع على النوافذ وحجب هذا المنظر الجميل. يبدو أنك لن تتمكن من رسم وجه مبتسم على نافذة طائرة مهما حاول. صنع أول مشرط قاطع في العالم في اليابان عام 1956. هذا رائع! لقد استلهموا فكرته من الصفوف المكسورة من ألواح الشوكولاتة، لكن إياك والخلط بينهما، فالمشرط ليس شهي المذاق على الإطلاق. عندما يتعلق الأمر بأشرطة القياس المعدنية، فستجد في طرف كل شريط تقريبا فتحة فارغة تسمى مساكة المسامير. يمكنك استخدام هذه الفتحة لتثبيت براغي أو مسمار، وهي مفيدة لأخذ القياسات دون الحاجة إلى مساعدة من أحد. مفيدة جدا!
تحتوي دبابيس الشعر على أخاديد على أحد الجانبين لتثبيت الشعر في مكانه بشكل أفضل. فكرة مجنونة، أليس كذلك؟ يجب أن يكون الجانب المستقيم متجهاً للأعلى بينما تتجه الأخاديد نحو الرأس. اسمها أصلي دبابيسو بوبي، نسبة إلى تسريحة شعر البوب التي كانت رائجة في عشرينيات القرن الفائت. لكن تذكر أن عليك إزالتها عن شعرك قبل غسله، لأن نزعها حينها لن يكون أمراً مسلياً. إن كنت في السيارة أو الحافلة ولاحظت تلك النقاط السوداء على أطراف النافذة السوداء، فستدرك أنها لم توضع من أجل جمالية الديكور. تسمى هذه النقاط بالتزجيج، وهي مصنوعة من طلاء خزفي. يبقى الغرض الرئيسي منه هو حماية النافذة من الأشعة فوق البنفسجية، كما أنها تشكل سطحاً خشناً للصق الأشياء. لكن إن رأيت كتلة وردية تشبه مادة لاصقة على إحدى الزوايا، فتجنب لمسها. إنها في الغالب علكة قديمة رماها أحدهم بعد مضغها. لو ألقيت نظرة على الجزء السفلي من هذا القفل لرأيت ثقباً أو ثقبين صغيرين. الغاية من الثقوب إخراج قطرات الماء التي تتسلل إلى داخله بعد هطول المطر. تحمي ثقوب التصريف الصغيرة هذه القفل من الصدأ أو التجمد إن كان الجو شديد البرودة. أما إن كان القفل عالقاً ويرفض أن ينفتح، فيمكنك استخدام منتج زيتي لتليين أجزائه ليعود إلى العمل مرة أخرى. أما إن فقدت المفتاح وأردت التخفيف من شعورك بالإحباط، فيمكنك الصراخ في الثقوب بأعلى صوتك. لن يؤدي هذا إلى فتحه بطبيعة الحال، لكنه قد يساعد في تحسين حالتك النفسية. أما إن صرخ القفل في وجهك، فحري بك أن تركب بساط ريح وتهرب بأقصى سرعة. تحتوي بعض القمصان على حلقة قماشية في الخلف. أحسنت، إنها لتعليق القميص. استخدمت الحلقات لأول مرة في ملابس جنود البحرية، حيث كان من السهل تعليقها على الحائط. واستخدمت خلال الستينيات من القرن الماضي في الكليات، حيث كانت الموضة رائجة آنذاك القمصان المزررة بالكامل، مما جعل تعليقها أمراً صعباً. لذا فكر المصممون في وضع الحلقات خلفها، وكان من المتعارف عليه بين الطلاب أن كل قميص منزوع الحلقة، دليل دامغ على أن صاحبه يعيش قصة حب ومتيم بإحداهن، باستثناء إن وقع ضحية لمقلب محكم أوقعه فيه أصدقاؤه. لو كان العرف سابق سارياً اليوم، كم قميصاً كان ليفقد حلقته يا ترى؟ هل تساءلت يوماً ما عن سبب وجود تلك النتوءات الصغيرة في محيط القطع النقدية؟ إنها ميراث من الماضي، عندما كانت قيمة النقود أكبر بكثير مما هي عليه الآن. حينها كان بإمكان المزورين تجذيب الحواف وصنع قطع ذهبية أو فضية جديدة لتحقيق الأرباح. لكن عندما وضعت تلك النتوءات أصبح من السهل معرفة القطع المزورة، ورغم عدم وجود حاجة لها في يومنا هذا، إلا أنها لا تزال حاضرة في الكثير من القطع النقدية. إن كنت تشعر بالملل فعلا، فيمكنك عد تلك النتوءات. هذه فكرة مملة جدا، انسى الأمر وشاهد فيديو آخر من فيديوهات الجانب المشرق. تتميز الطرازات الحديثة كبيرة الشاشات من الآيفون بميزة الوصول Reachability، وبفضل هذه الخاصية لن تواجه مشكلة في الوصول إلى أعلى الشاشة. يمكن العثور على هذه الميزة في إعدادات إمكانية الوصول بالهاتف، وتتيح لك خفض الشاشة للأسفل. تتواجد أشرطة الدمدمة على جانب الطريق لإيقاظ السائقين الذين يغفون أثناء القيادة. عندما تندفع عجلات السيارة على هذه الأشرطة، تصدر ضوضاء وتسبب اهتزازاً كما يفعل المنبه. تحتوي معظم مقصات المطبخ على أسنان معدنية تشبه الزردية في المنتصف، تتيح لك هذه الأسنان استخدام الأداة لأغراض متعددة، إذ يمكنك بها تكسير المكسرات وقشر السلطعون. يمكنك أيضاً الاستعانة بها لفتح البرطمانات والزجاجات، ويستخدم البعض تلك الأسنان لإزالة السيقان من الأعشاب. إن كان موصل الصوت يحتوي على 3 حلقات، فهذا يعني أن الجهاز قادر على إنتاج صوت الستيريو، وأن سماعات الأذن تتمتع بوظيفة الميكروفون. يطلق على الحاجز الأسود الموجود على باب الميكروويف قفص فاراداي، وتتمثل مهمته في منع موجات الميكروويف من الخروج، فإذا خرجت لن يسخن طعامك كما يجب. تخبرك الأرقام الموجودة على البيض بالكثير عن المنتج. في العديد من البلدان هناك نظام خاص لوضع العلامات، يشير الرقم الأول إلى طريقة الإنتاج، والثاني المكون من حرفين إلى الدولة التي أنتج فيها، وبعدها تجد رقم التسجيل الذي يرمز إلى منشأة الدجاج البياض. يمكن للرقم الأول في الرمز أن يتراوح بين 0 و3. الرقم 0 يعني أن البيض عضوي، فيما الرقم 1 يدل على أنه من دجاج حر يسمح له بالتجول في الهواء الطلق. الرقم 2 يعني أنه قادم من مزارع مغلقة،
بينما يفيد الرقم 3 بأنك تشتري بيضاً أنتج في أقفاص. يسمى الشريط الأسود الممتد على حواف الزجاج الأمامي بالفريتة أو معجون التزجيج، وهو تركيبة مصهورة من السيراميك تبدأ كأشرطة صلبة بالقرب من حافة الزجاج الأمامي ثم تتحلل إلى نقاط أصغر. هذا الشريط يجعل الزجاج أكثر خشونة ويلتصق به اللاصق بشكل أفضل. يحمي مزيج الفريتة اليوريثان من التسرب، وهذه هي المادة التي تثبت الزجاج بالإطار، كما ويمنع أشعة الشمس فوق البنفسجية من إذابة المادة اللاصقة. أما فيما يتعلق بالنقاط السوداء فهي تساعد في توزيع درجات الحرارة في السيارة بشكل متساو وتضفي مظهرا جماليا، أضف أن التباين بين الزجاج والشريط الداكن يصبح واضحا أكثر من اللازم بدونها. إذا رأيت بنطال جينز بحلقة إضافية فهذا الجينز خاص براكبي الدراجات الهوائية. الغالب أنه من خط أزياء خاص لرحالة، والغاية الأساسية من الحلقة هي الإمساك بقفل الدراجة. على الكثير من السحابات حلقات خارجية، خاصة إن كان يفترض استخدام سحابين معا. الهدف من هذه الحلقات هو ربط السحابين ببعضهما تفاديا لتدخل اللصوص. في لوحة المفاتيح أرجل صغيرة صممت لتتمكن من إمالتها، وبفضلها تستطيع رؤية المفاتيح التي تضغط عليها. لوحة المفاتيح المسطحة أفضل لمعصميك فهي تسبب إرهاقا أقل، لكن الأشخاص الذين يمكنهم الكتابة دون النظر إلى لوحة المفاتيح ليسوا بحاجة لتلك الأرجل. عادة ما تصنع ملعقة الزيتون من الفولاذ المقاوم للصدى، ويكون فيها فتحات صغيرة في رأسها الشبيه بالوعاء. الغرض الرئيسي من هذه الأداة هو إخراج الزيتون والكرز والثوم المخلل وغيرها من المنتجات من البرطمانات والعلب المملوءة بالسائل. تتيح لك الفتحة الموجودة في المنتصف التخلص من السائل المتجمع في الملعقة بسرعة وسهولة. ما الذي سيفكرون به أيضا؟ تتخذ الدونات شكل الحلقات. بغير هذا الشكل ستنضج من الأطراف أكثر من اللازم، فيما ستظل لزجة وغير ناضجة من الداخل. الثقب في الوسط يسهم في استواء الجوانب الداخلية والخارجية بنفس القدر. عادة ما تكون الدونات المستديرة الخالية من الثقوب محشوة بالكاسترد أو الكريمة أو الجلي. ولا وجود للزوايا في هذه الدونات، مما يعني عدم وجود نقاط ضعف قد تخرج الحشوة منها. إذا أمسكت بقوة بعلبة عصير ممتلئة فقد يملأ العصير المكان. لتتجنب موقفا كهذا اقلب الألسنة الموجودة على جانبي علبة العصير واستخدمها لحمل شرابك. تحتوي بعض السيارات على إشارة فنجان قهوة صغير على لوحة القيادة. هذه هي تقنية السيارة المضادة للنعاس. تقوم بعض شركات تصنيع السيارات بتزويد مركباتها بنظام يكشف عن النعاس، إذ يحلل السرعة وزاوية العجلات وانحرافات المسار، ويحدد ما إذا كان الوقت قد حان ليأخذ السائق قسطا من الراحة. إن كان الأمر كذلك تصدر السيارة إشارات صوتية وتبدأ علامة فنجان القهوة في الوميض. إن الملصقات الموجودة على الفاكهة والخضار في المحال التجارية غنية بالمعلومات. إذا رأيت رمزا مكونا من 4 أرقام على الملصق فهذا يعني أن المنتج زرع بالطريقة التقليدية، وفي معظم الحالات يعني ذلك أيضا استخدام المبيدات الزراعية عليه. إذا كان المنتج عضويا فسترى 5 أرقام على الملصق أولها الرقم 9. تحتوي المنتجات المعدلة وراثيا على رمز مكون من 5 أرقام أيضا، لكن الرقم الأول هو 8. كان السكر يباع على شكل مخاريط وأقماع طويلة وصلبة، وعندما يحين وقت تجهيز الشاي كان على الناس ضربها بمطارق خاصة لتكسير جزء منها، وبعدها توجب عليهم تفتيت السكر إلى كتل أصغر وألطف. وفي منتصف القرن 19 اخترع أول مكبس يقطع السكر إلى مكعبات، وبهذه الطريقة أصبح نقله وتخزينه أكثر سهولة. الثقب الصغير في نهاية المفتاح يوفر عزم دوران إضافي لمفك البراغي. كل ما عليك أن تدخل مفك البراغي في الفتحة الموجودة في نهاية المفتاح، ويمكنك استخدام هذه الطريقة عندما تكون زاوية الإحكام غير ملائمة. قد تعميك أحياناً المصابيح الأمامية للسيارات التي تسير خلف سيارتك في الظلام. إذا كانت مرآة الرؤية الخلفية يدوية في سيارتك فابحث عن اللسان الموجود في أسفلها واقلبه. توجد مادة عاكسة خلف زجاج المرآة،
وعند قلب اللسان يمكنك تغيير زاويتها لتعمل على تعتيم الأضواء في المرآة. تأتي معظم مغارف الآيس كريم بألوان مختلفة، وليس لهذا علاقة بالجمال، بل تشير ألوانها إلى أحجامها لتعرف بسهولة عدد المغارف التي ستحتاجها لملء 1 كيلوغرام من المثلجات. احسب حسابي. بعض الأغطية التي تغطي الأنابيب الصغيرة مجوفة من الأعلى وبداخلها بروز صغير، والغرض منه هو ثقب الملصق الذي يغلق الأنبوب. البروز مناسب تماما لغرض ثقب الغطاء المغلق، وهكذا لا حاجة لتمزيق الغطاء بأصابعك. يشير الحرف R داخل الدائرة على عبوة أي منتج إلى أن العلامة التجارية مسجلة رسميا. بمجرد الانتهاء من تسجيلها يحق لمالك العلامة التجارية وضع الحرف على جميع منتجاته، ويمكنه أيضا مقاضاة أي شخص يحاول استخدام علامته التجارية. تحتوي فوهة ضخ الوقود على مزلاج معدني صغير أو خطاف على مقبضها يعمل كقفلة. يمكنك استخدامه لتثبيت المقبض في الوضع المفتوح، وستستمر الفوهة بضخ الوقود حتى لو ابتعدت. في الماضي كانت العملات المعدنية بأشكال عشوائية غير متفق عليها، لكن هذا سمح للمحتالين باستغلال الأمر لمصلحتهم، فسرقوا المعادن الثمينة التي صنعت منها العملات بكشط زواياها وحوافها. لمنع هذا النوع من الاحتيال المخالف للقانون، ابتكرت العملات المعدنية المستديرة، وبعدها أصبح من السهل رصد أي تلاعب في العملة المعدنية. هذان الثقبان في عصا المصاصة غرضهما هو تثبيت الحلوى في مكانها. عندما تغمس العصا في الشراب الساخن فإنه يتدفق إلى الثقوب ويتصلب بداخلها، وهكذا تبقى حلواك ثابتة في مكانها. الغاية من وضع مربعات قماشية مع الملابس هي تجربة منتجات التنظيف عليها أولا، وبهذه الطريقة لن تتلف القطعة كلها عندما تقرر غسيلها. تتيح الثقوب الموجودة في أسفل سماعات الأذن دوران الهواء للأعلى وعبر السماعات، مما يساعد على زيادة الترددات المنخفضة فتبدو طبقة الصوت أعمق، كما وتصبح جودة الصوت أفضل بكثير. ألا يبدو صوتي أفضل؟ شكرا. يمكنك تعديل الدباسة لتدبيس المستندات معا، لكن بشكل مؤقت. يتم ذلك عن طريق تدوير طرفها. في معظم الكباسات خياران للتدبيس، الأول هو المعياري المعتاد، والآخر يثني الدبابيس بعيدا عن المركز لتزيلها بسهولة بيدك عند انقضاء الحاجة لها. إذا خزنت زبدة الفول السوداني بشكل مقلوب فسينتقل الزيت إلى الأسفل، وستبقى جميع المكونات الصلبة في الأعلى. لا تضحك، هذا مهم لبعض الناس، ليس جيدا أن تعلق الزبدة في الأسفل. فوق كل باب سيارة عادة ما تجد مقبضا، أطلق عليه مقبض هو. يا إلهي، إنه موجود لتمسك به عندما تقرر جدتك القيادة كما لو كانت في سباق السيارات. وهذه المقابض في الحقيقة مفيدة للغاية بصرف النظر عن المزاح. هل قلت إنني أمزح؟ يحتاج الكثيرون إلى بعض المساعدة أثناء الدخول إلى السيارة. أما عن سبب عدم وجود هذا المقبض عند باب السائق فهناك عدة أسباب. أولاً، يمكن لعجلة القيادة أداء دور المقبض نفسه، وربما يميل السائق أيضاً إلى الإمساك بالمقبض أثناء القيادة، وهذا ليس آمناً. لدى مفاتيح السيارات الحديثة خدعة رائعة لن تتخيلها، بإمكانها التحكم في النوافذ. جرب الاستمرار في الضغط لعدة ثوان على زر فتح السيارة. على الأرجح أنه بعد 5 ثوان ستفتح نوافذ السيارة كما لو كان ذلك سحراً. إذا ضغطت زر الإغلاق مرة أخرى ستغلق النوافذ. لا يستخدم هذه الخدعة سوى بعض الأشخاص المميزين. انظر في دليل سيارتك، قد تكون أحد المحظوظين. إذا توقف الإنترنت لديك وتريد لعب أي لعبة في الحال، لدى جوجل الحل. تضغط على موقعك المفضل لتجد الكارثة. تظهر هذه الرسالة البغيضة: لا نستطيع الاتصال بالإنترنت. لكن مهلا، ما هذا الديناصور الصغير بجوار تلك العبارة؟ بدلا من الذعر اضغط على زر المسافة. لقد أصبحت هذه اللعبة الصغيرة ناجحة للغاية، وقد تشعر أنك أدمنتها أكثر مما تتوقع. ديناصور يقفز لتجاوز الصبار، هذا عبقري. خلال الشهور الباردة فإن ارتداء قبعة ثقيلة هو ما يتيح لك الخروج بدلا من المكوث في المنزل، ويمكنك شكر البحارة الفرنسيين على هذه الكرة الصوفية في الأعلى. كان الغرض منها ألا ترتطم رؤوسهم بالأخشاب المزعجة في قاع المركب. هو، وبعد عقود من الزمان
أصبح الجميع يرتدونها. في المرة القادمة التي تركب فيها طائرة، انظر فوق كل نافذة، ستلاحظ بعض المثلثات الصغيرة. إنها هناك ليرى طاقم الطائرة أفضل أماكن مشاهدات قلابات الطائرة من خلال النوافذ. إذا كنت قلقاً من الشعور بالغثيان الذي سيفسد رحلتك، حاول اختيار مقعد بين تلك المثلثات. الجلوس بين أجنحة الطائرة يجعلك بين هذه المثلثات بالضبط، مما يتيح لك أقصى راحة ممكنة أثناء الرحلة. الجلوس في السيارة في زحام مروري طويل يجعلني أشعر بالجوع والملل والفضول. هل فكرت يوماً في هذه النقاط السوداء والخط الأسود على حواف الزجاج الأمامي للسيارة؟ يبدو رائعاً، لكن لابد أن له استخداماً لا نعرفه، أليس كذلك؟ هذا الإطار الأسود يسمى فريت، وهو يمنع الزجاج من الخروج من إطاره. هذا مهم للغاية في رأيي. تحب عبوة الأرز الفوري المطهي في الميكروويف السقوط على جانبها، وربما قد حاولت مثلي إبقاءها في وضعها الرأسي طويلاً لكن دون جدوى. اتضح أن هذا الجزء في قاعدة العبوة يمكنه أن يكون قاعدة ثابتة، عليك فقط دفعها للخارج والمحاولة. لماذا لم يعلمونا هذا في المدرسة؟ لديك بعض الكولا المتبقية في الزجاجة منذ تناول البيتزا وقد خرجت منها الصودا؟ بدلاً من سكبها في البالوعة، أضفها إلى كومة السماد لديك، فالسكر يغذي الكائنات الدقيقة ويزيد من حمضية الكومة، مما يساعد المواد في التحلل بشكل أسرع. ستقل فاعلية أي مقص بمرور الزمن، لكن لا تجعل هذا يمنعك عن استخدامه. هناك منتج في مطبخك سيعيد الحياة إلى المقص، وبسرعة. رقائق الألمونيوم ليست مخصصة لتغليف الطعام المتبقي فحسب. اثني أحد رقائق الألمونيوم إلى 4 طبقات وابدأ في القطع. سيؤدي قطع رقائق الألمونيوم إلى شحذ المقص كما تحتاج، لكن ليس إذا كانت حالته شديدة السوء، لذا حاول إنقاذه قبل أن تتدهور حالته. شعيرات السلم الكهربائي ليست مخصصة لتنظيف حذائك، مع أنه باستطاعتها ذلك، لكن في الواقع تتعلق وظيفتها بالأمان. بدونها قد تعلق الملابس وأربطة الأحذية والحقائب في الجوانب عندما تكون قريبة منها، وهي موجودة أيضاً لتذكرك حركتها بالنظر إلى أسفل واستخدام السلم الكهربائي بعناية. واو، لطالما اعتقدت أن حركة الفرك هذه من صنع حشرة ما. أنصاف الأحزمة، حقاً؟ ما خطب هذه الأشياء؟ حسناً، كانت بعض السترات العسكرية تستخدم أيضاً كبطانيات، وكان نصف الحزام يساعد ألا يعيق القماش الزائد الجندي أثناء الحركة. هذه الأيام غالباً ما تستخدم أنصاف الأحزمة كإضافة أنيقة. تدبيس الصفحات الخطأ سوياً هو أسوأ شيء على الإطلاق. هناك أشياء أسوأ بالطبع، لكنه أمر مزعج للغاية، خاصة إذا قطعت الدبابيس جزءاً كبيراً من المستند أثناء محاولة نزعها. توجد في الواقع طريقة سهلة للتأكد من أن الدبابيس أقل إحكاماً ويسهل نزعه. ألقي نظرة عن كثب إلى اللوح المعدني في الجزء الأمامي من الدباسة، وهو الذي يعرف باسم السندان. اقلب الدباسة واضبط إعداداتها. هكذا تغير الإعدادات إلى الوضع المؤقت. لن تنقطع الأوراق بعد اليوم. يستخدم الناس أغطية مقاعد المرحاض بشكل خاطئ منذ مدة طويلة. أراك تقطع الجزء المتدلي الذي يشبه اللسان. كلا، أنت تفعل ذلك بشكل خطأ. بدلاً من قطعه، دعه يتدلى في المرحاض. بعد أن تضع الغطاء، وعندما تشد السيفون، سيسحب دفق الماء الجزء المتدلي، ثم غطاء المقعد بالكامل. انظر لهذا المستطيل أو المربع الداكن في طرف أنبوب معجون الأسنان. ماذا يعني؟ هل هو شفرة لونية توضح مكونات معجون الأسنان؟ أم إذا كان مصنوعاً من مواد صناعية أم طبيعية؟ آسف، لكن الحقيقة ليست بهذه الإثارة. إنها علامات من أجل ماكينات القطع والتغليف، فهي تساعد الماكينات على معرفة مكان قطع وطي كل أنبوب. قد تقود سيارتك عائدا من السوبر ماركت، فتستدير إلى اليمين بشكل أقوى من اللازم ويا للهول! تسمع ما يشبه بركانا من البقالة قد انفجر في صندوق السيارة، لكن انظر جيدا في الصندوق، قد ترى خطافا صغيرا هناك، يمكنك تعليق حقائبك عليه. هو رائع! يوجد الخطاف خلف المقعد الأمامي في بعض السيارات، يمكنك استخدامه أيضاً في تعليق الملابس أو حقيبة الطعام الذي طلبته للتو من المطعم.
ربما لاحظت أن المضيفين في الطائرة يحبون لمس الخزانات العلوية أثناء سيرهم في الممر. إنهم لا يعانون من رغبة غريبة في لمس كل شيء، لكن في الواقع توجد مقابض على طرف تلك الخزانات تمنحهم ثباتاً أفضل أثناء السير. يمكنك استخدام هذه المقابض عندما تريد السير في ممر الطائرة في رحلتك القادمة. هذا أفضل كثيراً من الإمساك بمساند رأس الركاب، أليس هذا مزعجاً؟ يضيف مقبض الباب النحاسي الأصفر الأناقة اللازمة لباب منزلك الأمامي، لكن هذه ليست وظيفته الوحيدة. يتمتع النحاس الأصفر مثل أي مادة يدخل في تركيبها النحاس النقي بخواص مضادة للميكروبات لا تستطيع تحملها الكثير من الجراثيم والبكتيريا. في المناطق المزدحمة تعد هذه المقابض المصنوعة من النحاس الأصفر طريقة مثالية للتخلص من هذه الجراثيم الشريرة دون استخدام الكيميائيات الثقيلة للتنظيف طوال الوقت. المشكلة الوحيدة هي أن النحاس الأصفر أغلى من المعادن الأخرى، ربما لهذا لم يعد يستخدم كثيرا. هل فرشاة أسنانك بها نمط من الشعيرات الزرقاء بين الشعيرات البيضاء؟ تجعل مظهر فرشاة الأسنان أنيقة، لكن لا يتعلق الأمر بالأناقة فحسب. لدى هذه الشعيرات الزرقاء وظيفة عملية، صممت هذه الصبغة الزرقاء ليبهت لونها عندما يصبح من الضروري تغيير الفرشاة. عليك تغيير فرشاة أسنانك كل 3 أو 4 أشهر، لكن ستمنحك هذه الشعيرات الزرقاء تذكرة لطيفة في حالة إذا كنت قد نسيت. تسير فوقها كل يوم لكنك لا تفكر بها أبدا. لكن هل هناك سبب يجعل أغطية البالوعات دائرية دائما؟ في الحضارات السابقة مثل روما القديمة كانت أغطية البالوعات مصنوعة من حجارة مربعة الشكل، لكن تسببت حوافها في الكثير من الحوادث الصغيرة واصطدام أصابع القدم بها، بينما قضى الغطاء الدائري على هذه المشكلة. كذلك لا يمكن فتح الغطاء الدائري سوى بأداة مخصصة لذلك، وهذه أيضا ميزة جيدة. اخترع الترموس عالم اسكتلندي، لكن ليس بغرض إبقاء قهوته دافئة، بل لأنه أراد إبقاء بعض المواد الكيميائية في درجة حرارة مستقرة. وضع العالم زجاجة صغيرة داخل زجاجة أكبر وشفط كل الهواء ما بين الزجاجتين. لا يزال الأسلوب نفسه مستخدماً لصنع الترمس الحديث. يمكنك العثور على وسادة دبابيس في كل منزل تقريباً، والغريب أنها دائماً على شكل حبة طماطم. هل تساءلت من قبل عن كنه ثمرة الفرولة التي تتدلى منها؟ لست عالم نبات، لكنني متأكد أن الفرولة لا تنمو على الطماطم. هذه الفرولة الصغيرة مخصصة للإبرة التي تستخدمها حالياً حتى لا تفقدها بين مجموعة الإبر الكبيرة التي تملكها. هل تتوقف عن استخدام مزيل العرق عندما تبدأ العبوة في الاحتكاك ببشرتك؟ لكن لا يزال بها الكثير من المستحضر. ها هي حيلة سهلة للاستفادة بالكامل من عبوة مزيل العرق. لف الجزء السفلي وادفعه لأعلى من الأسفل، سيمنحك ذلك بضعة أيام أخرى على الأقل من الاستخدام. لا يزال بعض الناس يقودون سياراتهم خارجين من محطة الوقود، بينما لا يزال خرطوم تزويد الوقود في خزان الوقود. يا إلهي! لحسن الحظ توصلت شركات الوقود إلى حل. إذا قدت مبتعدا بينما لا يزال الخرطوم في السيارة، هناك موصل مغناطيسي ينفصل عند الجذب. بهذه الطريقة لا تأخذ المضخة معك، سيكون ذلك محرجا للغاية. قد يكون فتح البرطمانات صعباً مهما كنت قوياً. أحتاج مخلل الآن. لحسن الحظ هناك حل، ارتدي قفازين مطاطيين. هذه القفازات ليست مفيدة في التنظيف فحسب، بل ستمنح قبضتك مزيداً من التحكم لفتح أكثر البرطمانات المستعصية. الآن ستصبح حياتك أفضل قليلاً. حسناً، لا داعي للشكر.